الوطن كلمة كبيرة جدا، لا يمكن اختصارها بجمل أو عبارات. الوطن هو البلد اللي خلقنا به وعشنا به وتعلمنا، والوطن عزيز، يبقى عزيز علينا كثير، لأنه بدون وطن الإنسان لا شيء. هذا هو الوطن، يعني ليست حجارة وأرض فقط، إنما هو حياة كاملة. يعني إحنا عشنا في وطن كانت الأمم يعني تفتخر به، وللأسف الشديد يعني بعد الاحتلال تغيرت صورة هذا الوطن، وكان الهدف من هذا الاحتلال هو تدمير الوطن بشكل كامل، وابتدوا بتدمير الأخلاقيات قبل المنشآت. ونأمل أنه يرجع ذاك الوطن اللي كنا نعرفه، يعني البلد اللي كنا تربينا به وتعلمنا منه. بعون الله يرجع إن شاء الله، وبهمة المواطنين الأكفاء إن شاء الله يرجع كما كان. والله هي الأوضاع الموجودة حاليا بالعراق تخليك شوية تنحرف بتفكيرك. لا يمكن لإنسان عنده مشاعر وعنده أحاسيس ويعرف شنو هو كان العراق أن يعني يتغاضى عن ما موجود حاليا. اللي موجود حاليا مو هو اللي نتمناه. نتمنى أن يكون وطن الحرية والتآخي والترابط بين مكونات الشعب العراقي. حاليا يعني هاي الظروف اللي مرينا بها أثرت كثير على هاي المفاهيم، وخلت الناس يقل انتمائهم، شعورهم بالانتماء إلى هذا الوطن. يعني واحدة من الأشياء اللي لازم تصير هي المصالحة الوطنية. بدون مصالحة وطنية ما ممكن أن ينهض هذا الوطن. وللأسف تلاحظ أنت معظم الكفاءات اللي كانت موجودة بالعراق إما هاجرت أو قتلت أو يعني ما بقى منهم أحد يقدر يبني هذا الوطن. يعني في زمن قبل الاحتلال كان للعراق مسجل في الأمم المتحدة 4000 عالم، وبالنسبة لسكان العراق عدد نفوس سكان العراق هذا الرقم مذهل، يعني ما موجود بالعالم حاليا. يعني تفرهدت هذه الكفاءات، وتشوف كلهم اللي هاجر واللي توفى واللي قتل. هذه الأشياء اللي خلت العراق يعني يتعثر في صعوده إلى ما كان عليه سابقا. نأمل أنه تتحسن الأوضاع يعني، وترجع هذه الكفاءات أو قسم منها إلى البلاد، وتساهم في بناء الوطن مرة ثانية.
الحياة اليومية في بغداد كانت حلوة، يعني كانت ما تحس أنت لا بملل ولا برتابة، طلعاتنا كانت قليلة في وقت أوج العمل، لكنه من اللحظات الحلوة أن تروح إلى محل شعبي وتوقف ويا أصدقائك وتأكل مشويات مساحة النصر وإلى آخره. هاي الأشياء ما تلقى هنا، ما تشوفها هنا، وتظل عالقة بتفكيرك تحن لها. إذا ضاع العراق فلا حياة ولا شمس ولا قمر هناك. بيتنا، شارعنا، أول مكان. وفعلاً أنا رحت فد سنة، رحت يومين جدد جوازي. ويعني ما تعرف هذه اليومين شلون انقضت مع الجيران، يعني وين ما تمشي تلقى أصدقائك، تلقى معارفك، تلقى جيرانك. إذا رحت نفس الشيء أكرر، يعني أروح إلى منطقتنا. يشرب من صبرنا، شبدينا عالزمان المال صاح. لما كنت أمشي في شارع الربيع، يعني كل 10 أمتار تلقى واحد تعرفه وسلام ومصافحة وما أعرف إيه. أهلك وين يا عيني يا دادة، جمر أنت صدرك عالوسادة، ليلة جحيم لنفارق بلادة، تعالوا بوصى سمك يا غالي. هسه تمشي بالشارع ما تعرف أحد، وجوه جديدة، أشكال جديدة، ناس غير ملتزمة لا بآداب وأصول التعامل مع الناس صارت يعني. وبعدين أنت ظل تحس أنك مو أن ما يعني ماكو أمن، يعني الأمن مفقود وخايف دائما. هذا الشعور اللي صار سائد وما كان موجود سابقا. سابقا ترجع ساعة 3 الصبح لبيتك ولا كأن دنيا ظهر، ولا حد يجي يمك ولا حد يقول لك. هسه ما تقدر بالنهار، ما تقدر تطلع من البيت. تغيرت الناس، أخلاقها تغيرت، وهذا هدف الاحتلال، هو تغيير الخلق، تغيير أخلاق الناس. كل عمارة تنبني مرة ثانية، كل جسر يوقع ينبني مرة ثانية، لكنه الأخلاق بعد ما ترجع. إذا دمرت الأخلاق بعد ما ترجع لا، ما ممكن أبدا أنه أنت تظل غريب، تظل أنت مهاجر. ولو أن يعني خلال 12 سنة اللي أنا هنا ما انغثيت بشيء، لا بالشارع ولا بدائرة ولا، لكن يظل العلاقات الإنسانية ما ممكن أن ترقى إلى ما كانت عليه في بغداد. النسيج الاجتماعي اللي كان موجود في بغداد غير النسيج الاجتماعي الموجود هنا في عمان، لكنها مدينة يعني لا توصف.
أمنها ومناخها ونظافتها وتوفر كل شيء بيها، لكن يظل أنت تظل غريب، تظل أنت مهاجر. اللي أثر على كلمة الوطن، الوطن هو كرامة، وإذا انثلمت الكرامة ينثلم مفهوم الوطن. يعني أنت تعرف مثلي، ما معقولة أنت تحس بكرامة لما تشوف جندي أجنبي أمريكي يدوس على رأس شخص عراقي. هذه إضافة إلى أن السيادة نفسها مثلومة، دولة محتلة، فهذه العوامل مؤكدة تأثر على مفهومك للوطن، مؤكد. أنا من مواليد 38 في بغداد. والدي كان موظف جوازات فنقل إلى الموصل، واضطرينا أن نروح إلى الموصل وأنا عمري سنة سنة ونص، ودخلت الابتدائية في الموصل، ثم متوسطة وإعدادية في كلية الموصل اللي كانوا الآباء الفرنسيين مؤسسيها، وتخلصت الثانوية من كلية الموصل، وكنت الأول، ومعدلي كان يأهلني أن أدخل إلى كلية الهندسة والطب والبعثات، فاختاريت الهندسة. خلصت الهندسة بالفترة بين 55 إلى 59، وتخرجت كمهندس، عينت في وزارة الإسكان، وشغلت مناصب مهندس مقيم لمشاريع أربيل والحلة والديوانية والبصرة والناصرية والعمارة، وثم آخر شيء مشروع ضباط في اليرموك، مشروع إسكان ضباط في اليرموك. في سنة 63 قدمت على بعثة إلى أمريكا وقبلت، وسافرت إلى جامعة فلوريدا، هناك أخذت ماجستير بالهندسة البيئية، ثم إلى جامعة آن أربر في ميشيغان، أخذت الدكتوراه وماجستير ثاني في تحلية مياه الشرب، ودرست هناك أقل من سنة، ثم عدت للعراق سنة 70.
عندما عدت كان وزير البلديات الأستاذ إحسان شيرزاد الله يعطيه الصحة ويطيل عمره، رحت أشكره على موافقته على التمديد مال البعثة، فقال لي أنت مكانك هنا، منين متخرج؟ قلت له أنا هاربر، قال أنا هم أنا هاربر، فأنت مكانك هنا يمي. وعينت رئيس قسم التصاميم في وزارة البلديات، ثم نقلت إلى مشاريع التنمية الكبرى، نفذنا به مشاريع كبيرة جدا. وفي عام 80 نهاية 79 الأستاذ سمير الشيخ اللي صار أمين بغداد وطلب أن أكون معه، لأنه المي والصرف الصحي ألحقت به أمانة بغداد، واستمريت في أمانة بغداد كمدير عام لإسالة ماء بغداد لمدة 16 سنة، ثم وكيل فني 4 سنوات، ثم مستشار سنة، وأحلت للتقاعد سنة 2001. احنا يعني اساس عملنا كان هو التخطيط، وانا اختصاصي مياه شرب، والحمد لله تخطيطنا كان سليم. يعني في بغداد سنة 80 كان نفوس العراق، نفوس بغداد 3.5 مليون، كان متوفر 600,000 متر مكعب فقط من مياه الشرب، وكانت الحاجة الى 900 مليون جلن، فما كان أكو مجال إطلاقاً أن نعتمد على ما موجود ولا أن نبني مشاريع مشابهة صغيرة. ففكرنا في إنشاء مشروع ماء الكرخ اللي طاقته 300 مليون جلن، كان ثالث مشروع بالعالم، إنجزناه بين الفترة من 83 إلى 86. وايضا في المدن الطاقه الخزنيه للمياه يجب ان تكون ثلث الطاقه الانتاجيه، فمعنى ذلك ان يكون عندك خزين 300 مليون جلن، ولان الخزانات العاليه طاقتها القصوى مليون جلن، كان يفترض ان تنشئ 300 خزان عالي في بغداد، وهذا غير مقبول لا علميا ولا فنيا ولا معماريا. ففكرنا لأول مرة في تاريخ العراق والمنطقة كلها إنشاء خزانات أرضية، فنفذنا فعلا خزانات أرضية في الشعلة 250,000 متر مكعب، في السيدية 150,000 متر مكعب، في أبو غريب 75,000، في التاجي 25,000، وهذه الطاقات تقريبا توصل 500,000 متر مكعب، زائدا 300,000 متر مكعب في شبكات الخطوط الناقلة، كانت 1.10 متر 1.30 متر أقطارها من طارمية إلى بغداد. فصار الخزين يكفي مدينة بغداد حتى لو دمرت المشاريع تماما، يكفيها 6 أشهر. كنت أتمنى أنه ننفذ في مجال الصرف الصحي ما يوازي ما نفذناه في مياه الشرب، وأيضا كنت أتمنى أن نبدل شبكات المياه اللي أقل من 250 مليم 200 و150 و100 مليم، نبدلها إلى دكتايل. وضع التقشف و الحصار منعنا من ذلك. نتمنى أنه الجيل الحالي الموجود في بغداد
والجهود الفنية الموجودة والإمكانيات الفنية الموجودة أن تحقق هذا، لأنه مدينة بغداد في توسع ونفوسها تكثر ومصادر المياه واحدة ما تغيرت. الصورة اللي عندي عن احتياجات مدينة بغداد تقريبا احنا غطيناها، عدا الظروف القاهرة اللي ما نقدر عليها، يعني مثل الحصار 13 سنة والاحتلال اللي صار والتدمير اللي صار للبنى التحتية، يعني شوه الصورة الحلوة اللي كان ببالنا ننفذها. قبل تشوف الجيران كأنه عائلة واحدة، أبدا، يعني لحد اليوم جيراني لبغداد من أروح أنزل عندهم، ومن يجون أهلهم الأهل يجون عندنا بالبيت، فهاي الأشياء اللي ما موجودة بغير مكان، يعني الترابط الاجتماعي اللي كان موجود مذهل، يعني ما تلقى قوي جدا، يعني الجيران أهل يعني هاي المحلة مالنا شارع تحس كأنه كلهم عائلة واحدة، وتعرف أخوه وابنه وجده وأحفاده وتعرفهم واحد واحد، العائلة بالبيت كلهم تعرفهم. هذه الأشياء هنا ماكو، يعني الترابط الاجتماعي ضعيف. بس تشوف أنت العراقي يختلط بس بالعراقيين الموجودين كم واحد، السوري يختلط بس بالسوريين الموجودين كم واحد، والمصري كذلك. فالحياة الاجتماعية اللي كانت موجودة في بغداد نادرة الوجود. الوطن هو الكرامة والحرية والإبداع وإلى آخره، والعلاقات الإنسانية، هذا هو الوطن، ليس حجر وبناء. فمؤكد المفاهيم مال الوطن تغيرت عما مرسومة بدأنا. يبقى الوطن هو العراق، لكنه يعني مثل ما قلت مفهوم الوطن في الدرجة الأولى هو أن يكون عندك كرامة، ويكون عندك سيادة، ويكون عندك حرية.